بحضور ورعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، انطلقت فعاليات اليوم الرياضي في حلبة البحرين الدولية بحضور رسمي وجماهيري كبير من المواطنين والمقيمين والأسرة الرياضية. وحضر الفعالية سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الأولمبية ووزير شؤون الإعلام سعادة السيد رمزان بن عبد الله النعيمي، ووزير التنمية الاجتماعية سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، ووزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، ووزيرة شؤون الشباب روان بنت نجيب توفيقي، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية. وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عددا من الفعاليات والأنشطة الرياضية التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية بتنظيم من الاتحادات الرياضية وسلسلة من العروض والفعاليات المتنوعة احتفالا باليوم الرياضي الوطني. وتابع سموه البرامج الرياضية المختلفة للفعالية التي ستمتد حتى يوم السبت المقبل وستكون مفتوحة بالمجان لكافة المواطنين والمقيمين. وقام سموه بإطلاق إشارة سباق الماراثون، كما دشد سموه تطبيق يلا نلعب الذي أطلقه الاتحاد البحريني للرياضة للجميع، والذي من خلاله يمكن لأي مجموعة من المواطنين أو المقيمين ممارسة رياضتهم المفضلة في المكان والوقت التي يفضلونه، ويهدف إلى تشجيع الناس على أداء الأنشطة الرياضية والحركية. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن اليوم الرياضي أصبح واحدا من الفعاليات الوطنية الهامة التي تجسد تماسك المجتمع البحريني وتعكس روح التناغم والتفاعل الإيجابي وتحفيز عناصر المجتمع لممارسة الرياضة، مشيرا سموه إلى أن اليوم الرياضي بصبغته الوطنية وعبر مختلف النشاطات الحركية والرياضية الترويجية والمجتمعية والتثقيفية والتنافسية التي نظمتها الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص جسد التلاحم بين كافة فئات المجتمع. وأضاف سموه دأبت مملكة البحرين في كل عام على إحياء اليوم الرياضي الوطني، والذي أصبح مناسبة وطنية يحرص جميع المواطنين والمقيمين على إحيائها عبر تنظيم سلسلة من الأنشطة الرياضية والتوعوية بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، حيث ساهمت الفعالية في زيادة الوعي بأهمية الرياضة في حياة الناس لما لها من آثار إيجابية على صحتهم وسعادتهم. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن إقامة اليوم الرياضي هو بمثابة دعوة لكافة أفراد المجتمع لممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة وسلوكا يوميا لدورها الكبير في المحافظة على الصحة النفسية والجسدية، معربا سموه عن بالغ شكره وتقديره للقائمين على تنظيم الفعالية الرئيسية في حلبة البحرين الدولية وكافة الاتحادات المشاركة، مثمنا سموه التفاعل الإيجابي والمشاركة الكبيرة من الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة وكافة الجامعات والمدارس، مؤكدا على أهمية اليوم الرياضي في تحفيز المواطنين على ممارسة الرياضة وجعلها ثقافة وسلوك دائمين. أنا سعيد جدا إن اليوم الصبح يوم حضرتني الساعة 10 الصبح العالم موجودة هني، وإن شاء الله مني للعصر الجمهور بيزيد عندنا. طبعا كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد على الدعم اللامحدود لإقامة هذا المهرجان في يوم البحرين الرياضي. ما في شك إن اليوم الرياضي يوم وطني، هذه احتفال كبير. الفضل لسيدي سمو الشيخ خالد إنه هو حافظ على أن استمرار مثل هذا اليوم، وإنه يكون هناك فعاليات في كل مناطق البحرين حسب توجيهه لاتحاد الرياضة للجميع بأنهم يباشرون بتنظيم مثل هذه الفعالية. واليوم عندنا ما شاء الله في الحلبة هنا
فعاليات جدا كثيرة، الاتحادات كلها مساهمة والناس قاعدة تمارس الرياضة من أجل الرياضة، وهذه الهدف منها أنها تكون الرياضة هي أسلوب حياة. فنشوف ناس وايد في الشارع كانوا يتمشون، وناس وايد وزارات اليوم كانوا مداومين ملابس الرياضية. فهذا الشيء احنا نفخر فيه الرياضيين بأن هناك يوم، واليوم هذه مخصص لاحتفال كعيد للرياضيين. طبعا سعيدين بمشاركتنا باليوم الرياضي البحريني، اكيد نفتخر ان نكون جزء من هذا الحدث الاساسي والمهم لنا كمواطنين بحرينيين وايضا المقيمين في البحرين. اكيد نشكر سمو الشيخ خالد على اهتمامه الكبير دائما بالرياضه، وان دل يعني دل على الاهتمام بصحه البحريني وبصحه المقيمه في البحرين. فيعني هذه اليوم يعني يعتبر يوم تحفيزي حق الناس ان هي تشارك في مثل هذه المحافل، ويعني يعطيها دافع ان هي دائما تكون مشاركه في الرياضه. ويعني في النهايه احنا قاعدين نشجع هذه الرياضات مختلف انواعها.